نكمل مع بعض كلامنا عن الاوبريتورز، ودلوقتي هنتكلم على السترينج اوبريتور. احنا خدنا الكونكاتينيشن لو تفتكر في الفيديوهات بتاعت السترينج، وقلنا لو احنا عاوزين نضم سترينج لسترينج بنعمل عليه عمليه الكونكاتينيشن. مش محتاجين نطبق عشان ما يبقاش وقت الفيديوهات كتير على الفاضي. لو عندي سترينج فيرست نيم ولاست نيم اقدر اضمهم على بعض عن طريق الكونكاتينيشن. نفس الموضوع احنا خدناه في العمليات الحسابيه. لو احنا قلنا اكس يساوي اكس بلس واي، هي معناها اكس بلس يساوي واي، تمام. نفس الموضوع عندنا في السترينج بقى، سترينج 1 وسترينج 2. لو عاوز اضيف سترينج 2 على سترينج 1 اقدر اضيفه بشكل مباشر. دي اللي ممكن نطبق عليها ونعمل هنا سترينج دوت بي اتش بي بالشكل ده. تعالى لو انا عندي مثلا فيرست نيم يساوي مصطفى، واللاست نيم اهو يساوي محفوظ بالشكل ده، اقدر اقول اجمع الاثنين مع بعض الكونكاتينيشن. انا اقول له ايكو فيرست نيم بلس يساوي اسف دوت يساوي لاست نيم. على كده نشوف المفروض بقى يطبع لنا على طول. ادي سترينج راح طلع لي مصطفى محفوظ، يعني كانه قلت له برضو ايكو فيرست نيم بلس نيم او دوت اسف بلس نيم. ده السترينج اوبريتور. طيب نكمل مع بعض. في عندنا بقى حاجه اسمها الانكريمنت اوبريتور. انكريمنت اوبريتور عندنا حاجه اسمها البري انكريمنت، وعندنا حاجه اسمها البوست انكريمنت، وعندنا البري ديكريمنت والبوست ديكريمنت. لازم نفهمهم، احنا طبقناهم قبل كده في الاري، طبقناهم مع بعض واحنا بنجيب الاندكسز اللي موجوده في الاري. نفهمهم دلوقتي بالراحه. بلس بلس يساوي ده اسمه بري انكريمنت. بلس بلس معناها بري انكريمنت. بيعمل ايه؟ بينكريمنت الاكس باي 1 ذن ريتيرنز اكس، بيزود واحد وبعد كده بيرجع الاكس بعد ما زودت عليها واحد. هو في فرق بين الاكس بلس بلس والبلس بلس اكس؟ ايوه. البوست انكريمنت بيعمل العكس، بيريتيرن الاكس الاول. يعني لو الاكس بخمسه وانت قلت له ايكو اكس بلس بلس يطبع لك الخمسه وبعد كده يزود لك عليها. في العمليه الجديده تبقى الاكس بصفر، انما في البلس بلس اكس لا، بيزود الاول على الاكس وبعد كده يطبع الاكس. ريتيرنز اكس ذن انكريمنت اكس باي 1. البلس بلس اكس، الماينس ماينس اكس والاكس ماينس ماينس هم الترجمه لبرضه البلس بلس اكس والاكس ماينس ماينس. تعالى كده نطبق عليهم عمليه سريعه. نعمل كده انكريمنت دوت بي اتش بي، وادي عندي اهو الاكس يساوي 5. اسف جدا 5 هو شكله مملوك ولا معطل بقى. لو انا قلت لك هنا ايكو اكس اكس بلس بلس اللي هيطبع لي هنا 5. تعالى نرجع كده نشوف الانكريمنت، ادي الانكريمنت اهو يطبع لك 5. طب ما انا زودت واحد، ما هي دي معناها كده ان الاكس بتساوي اكس بلس 1. ده معنى البوست انكريمنت اللي انا عملتها دلوقتي. طب هو ليه ما طبعش لوحده؟ قال لك لا، هو المفروض هنا بيطبع وبعد كده بيعمل عمليه زياده. لو جيت هنا قلت لك بقى ايكو الاكس هيطبع لك 6 حرفيا. لازم تبقى فاهم زي ما قلت لك اللغه شغاله ازاي عشان تعرف تتعامل. هنا يطبع لك كام؟ 6. هو زود بقى. طب لو انا عاوزه بقى يطبع على طول بشكل مباشر، ما اقولوش بقى اكس بلس بلس، ما اعملش بوست انكريمنت، اعمل بري انكريمنت. انا عملت كده، كده انا عملت بري انكريمنت، كده يطبع لي 6. كده جمع الاول الواحد وبعد كده راح على طول عامل عمليه الطباعه ورجع. دي البوست انكريمنت. نفس المثال برضو في الماينس. كده انا عملت ايه؟ كده انا عملت بري ديكريمنت. بري ديكريمنت فهو يطبع لي كده 4. ولو خليتها كده ماينس ماينس يطبع لي كام؟ يطبع لي لسه الخمسه زي ما هي. نكمل مع بعض. عندنا بقى حاجه اسمها الكونديشنال اسايمنت اوبريتور. لا انا هخلي دي فيديو لوحده ان شاء الله، نشوفها في الفيديو اللي جاي لانها مهمه جدا محتاجه ان احنا نفهمها كويس.